اهلا ومرحبا بيكم في فيديو توتوريال جديد ليا مع محمد عادل وهوك. طيب النهارده هوريكم حاجه برضو فيها كومبوستنج، اتمنى انها تعجبكم. هنبدا طيب الاول نفتح الفوتوشوب، ده الشكل النهائي للفيجوال. هنعمل نيو لاير برضو مقاس اتش دي سايز، نسميه اي حاجه، انا كده كده عندي مظبوط على الاتش دي سايز. كرييت. طيب انا عندي الايتيمز بتاعتي اوريدي موجوده هنا، هبدأ استخدمهم. ممكن ناخد حاجة زي كده. الشكل ده. ممكن نعمل ديت انفيرت. مش نعمل نيو لير. نبدأ نشوف ايه تاني معانا. انا اوريدي عندي الحاجة مقصوصة ومظبط الوانها، فانا هستخدمهم واعملهم يعني حاجة كلها يعني لون سادة. ماشي، ممكن نكبر دي شوية. بالشكل ده مثلا. أبدأ أضيف الشخص ده كده. بالشكل ده. وانا شغال طبعا اول حاجة بعملها ان انا ببدأ ارمي ارضية، ببدأ اعمل تكوين. بعد ما بعمل التكوين ده ببدأ اظبط اضاءات، ببدأ اظبط افكتات، ببدأ اظبط الالوان عامة في الشكل بتاعي. ممكن نصغر ده شوية. نبدأ نشوف ايه الوان تانية ممكن نضيفها، حاجات تانية ممكن نضيفها. مثلا أنا عندي خلفية ديت، نعمل لها overlay وننزلها تحت بالشكل ده مثلا. طبعا أنا وأنا بجرب، أنا بعمل blending mode، ببدأ أشوف البلاس والماينس والشيفت بيغير لي البليندنج مود، وبشوف ايه الحاجة اللي ممكن تطلع لي. اوكي، ممكن أشوف حاجة تانية برضو. حاجة زي كده مثلا. ممكن تبقى بالشكل ده. نبدأ نكبر ده شوية. طبعا احنا قلنا قبل كده ان انا وانا شغال انا بخلي دايما رؤيتي، لو انا بعمل مستوى المية او بعمل مستوى الارض، ببدأ اخلي التلت للتلتين. بمعنى ايه؟ ان انا مثلا مستوى المية هنا، ده مستوى المية، يبقى ده كده مثلا تلت، وده كده مثلا تلت تاني، وممكن ده بس اوريدي ده اكبر شوية، انا عملتها بالايد كده، فممكن يبقى مستوى المية يبقى ممكن يبقى فوق مثلا سنة. فده كده مستوى ممكن يكون رؤيته مناسبة زي البؤرة الذهبية بالظبط. اوكي، بعد ما عملت دوت ممكن بقى ابدأ ان انا اشوف ايه ايتمز تانية عندي. ممكن حاجة زي كده، وبدوس كوماند تي ورايت كليك وفليب هورايزونتال. ممكن نصغرها شوية. نخليها بالشكل ده.
وطبعا عشان كل حاجة نايت مود، فأنا هبدأ يعني أعتم اللون. بمعنى إيه أعتم اللون؟ يعني ده كده مثلا ممكن أدوس كوماند يو، أبدأ أخليه مثلا درجات الأسود، أبدأ أشيل منه درجة الأحمر سنة بسيطة، لأن عمره طبعا ما هيكون في الظل هيبقى مدي لون أحمر. ممكن نشوف بقى إيه ألوان تانية ممكن ندخلها. ممكن مثلا لون زي ده، الأزرقات دي بتبقى عامة مدية الإفكت شوية اللي هو بتاع النايت مود. أوكي كده شوية بقى واخد من النايت مود، كده واخد شوية من الإفكت بتاع النايت مود. طبعا وأنا شغال يفضل إن أنا عمال أزوم إن وأبعد علشان أعرف أنا بعمل إيه، لأن أنا لو أنا زوم إن بس وأنا شغال بيبقى الموضوع مش لطيف، يعني مش هيبقى باين أوي أنا بعمل إيه. اوكي انا عاجبني الجزء اللي ورا ده، فممكن اخليه باين شوية بالشكل ده، وابدأ اشوف ايه تاني ممكن يتضاف. ممكن حاجة زي كده برضو right click و flip horizontal. ممكن نغير فيها شوية، ممكن نخليها actually تحت. كده مثلا، وبرضو نفس الكلام هبدأ أشيل برضو درجة الأخضر. أنا كده عايزها لون غامق، فطبعا الـ الأخضر بيبقى مجرب بسنة في اللون وأنت شغال. طبعا هتقلل برضو الأحمر، هتخلي اللون مسود سنة، وبرضو هي هتبقى واخدة شوية من درجات الأزرق. ممكن تبقى بالشكل ده شوية. طبعا هي عشان هتبقى قدام فأنا ممكن أخليها بلورد شوية، وأكشلي ممكن أعمل واحدة منها تانية وأخليها الناحية دي. كده مثلا عندي هنا حتة بسيطة من القص، طريقة القص، فأنا بعمل لير ماسك وبشيلها بالشكل ده، وأعمل لها موشن بلور. ليه؟ علشان أبدأ أحس إن هي يعني في حركة شوية أو في هوا شوية، فممكن أعمل لها موشن بلور شوية كده هنا. ممكن دي تصغرها سنة بسيطة، وممكن مثلا أبدأ أشتغل دلوقتي مؤقتا. طبعا أنا هعمل كل حاجة جروبات، يعني دوت مثلا دول فرونت، ممكن أخليهم فرونت. أوكي عندي بعد كده بقى الجزء اللي هو بتاع الشخصية، الفاميلي دول، ممكن نعمل برضو فاميلي. اوكي وببدأ بقى اشوف ايه المشاكل هنا او ايه العيوب اللي مش عاجباني عايز اظبطها. طبعا انا الجزء اللي تحت ده هبدأ اشيله، هعمل layer mask وابدأ اشيل الجزئية اللي تحت دي. طبعا كل الكلام ده هيتشال. طبعا في حاجات هنا انا ممكن ما امسحهاش لان هي already موجودة في الزرع، فانا ممكن ما امسحهاش بالشكل ده. كل الكلام ده انا مش محتاجه. كده مثلا طبعا الحاجات اللي قدام دي ممكن اظبطها سنة، بس ايه يعني انا بحاول ابقى ماشي معاكم خطوة خطوة.
كده مثلا ممكن نخليهم كده. وبعدين ممكن ابدا اظبط شويه في الالوان بحيث ان انا برضو اشيل لو في اي درجات احمر او في اي درجات مش مظبوطه مع اللون بتاع الارضيه او الاسودات عامه، انا ببدا اضيف الدرجات اللي تتناسب مع الارضيه. طبعا في كذا طريقه، انت ممكن تماتش الكالر مع الارضيه، بس انا عامه انا بعمل الطريقه السريعه اللي هي كوماند يو ديت، انت بتستخدمها بتفتح لك الالوان وتبدا تغير فيها. ماشي، ممكن نقفل كل الالوان دي برضو كده شويه، ممكن نضيف شوية أزرقات. تمام، أوكي، وأعمل منها واحدة تانية وأنزلها تحتها برضو، أخليها بالشكل ده كده. ممكن أحولها لأبيض وأسود بس هي أوريدي غامقة فأنا مش هحولها. طبعا أنا لو عمل عندي المشكلة ديت إن أنا باجي أدوس كوماند تي ويجيب لي السلكشن بالطريقة ديت، فأنا لازم أحول ديت راستر الأول وبعدين أعمل لها كونفرت سمارت أوبجكت، هتجيلي كوماند تي هتبقى جايه بالشكل ده على المقاس بتاعها بالظبط. اوكي، نبدا نسكيو بالشكل ده. ممكن نبدا نظبط الجناب بقى شويه كده، نزوم ان كده نشوف تبقى عامله ازاي. طيب هو في واضح ان في حتت مش مظبطه شويه، ممكن نقلبها ابيض واسود. او نجرب البلندنج مود، نخلي البلندنج مود مثلا اوفرلاي. ولو في حتة هنا مش مظبطة ممكن أقوم أعمل البابي تراب. أوكي، هو بيبدأ بقى يشد لو أنا مثلا عندي حاجة زي كده. ببدأ مثلا أعمل حاجة زي كده، بالشكل ده أبدأ أشوف إيه المشاكل اللي عندي وأبدأ أظبطها. بالنسبة 50 مثلا، الشكل ده مظبوط الحتة دي سن، عشان طبعا الحتت الزيادة ديت شكلها غريب شوية فممكن نظبطها سنة. طبعا في حتت برضو زيادة هنا ممكن نظبطها. بالشكل ده انا محتاج استرتش ده شوية. وممكن نعمل له بلير شوية بالشكل ده. أنا عندي الجزئية دي منورة سنة، الجزئية اللي تحت دي، بس يعني ممكن أفنشها قدام في الآخر، بس أنا ممكن أظبط برضو الجزء ده شوية كده مثلا، وابدأ استخدم بقى على الاشخاص. يعني ممكن نسمي دول برضو باك جراوند عشان ما نتلخبطش، ودول
ماشي، نبدأ نعمل بقى ليرات فوقيهم بنفس الطريقة دي، بنلينك لير جديدة على اللير اللي تحتها اللي هي اللير الأساسية، ونبدأ نعمل بنفس درجة الأرضية اللي هي اللون الأزرق مثلا ده، ممكن مثلا الأزرق ده نزوم إن، ونبدأ نضيف الإضاءات والريم لايت. مثلا بالشكل ده، والشكل ده نبدأ نضيف الدرجات بتاعتنا. نشوف كده لما نعمل بقى الاوفرلاي مثلا او نعمل بلندنج مود هتبقى عاملة ازاي. يعني ممكن مثلا صراحة الهارد لايت ممكن يكون حلو، ممكن نبدأ نضيف فيه شوية في الحتت والأجزاء دي. ممكن الأجزاء دي نضيف فيها شوية، كل الحتت ديت ممكن تضاف فيها. الشكل ده كده مثلا، كل ده انا بضيف فيه درجات الازرق اللي هي ممكن تبقى تديني اللسعة بتاعتي ديت. تمام، مثلا بالشكل ده ممكن اعمل لها بلور، ممكن نزود فيه شوية. اوكي، طبعا الحاجات اللي انا حاسسها زايده قوي انا ممكن امسحها اوريدي، ممكن ابدا اظبط فيها سنه بسيطه. بالشكل ده ممكن ابدا اضيف ايتمز تانية حاليا على الفرونت. اوكي، ممكن حاجه زي كده مثلا نكبرها. نخليها كده ونعمل منها واحدة تانية. كوماند تي هورايزونتال بالشكل ده. وأعمل لير ماسك، أشيل الجزء اللي أنا مش محتاجه اللي هي الحاجات ديت مثلا. نعمل اللاير التانية برضه نفس الكلام، الجزء ده كله أنا مش محتاجه. اوكي، وممكن نخليهم تحت شوية كده مثلا، وكل واحدة منهم بقى هبدأ ألعب في ألوانها برضو، نحاول نخليها مسودة شوية. طبعا بلعب في الجزئية اللي في اليمين دي، هنشيل برضو سنة شوية من الأحمر، نخلي فيها سنة بسيطة من درجات الأزرق بالشكل ده.
طبعا في حاجات هنا انا مش عايزها ممكن اشيلها. نفس الكلام هنا برضو، هنعمل كوماند يو ونقفل كل الحاجات دي. اوكي نجيبها برضو على سنة بسيطة على درجة الازرق بالشكل ده. اوكي كده انا بدأ يبان عندي الشكل شوية، ممكن برضو اجيب حاجة زي كده نصغره شوية. برضو نغير في الوانه، كوماند يو نحاول نشوف لون بقى قريب شوية بيماتش الالوان اللي موجودة في البرسبكتيف بتاعي. طبعا ممكن نخليها بنفسجي شوية. اوكي مثلا كده نعمل منها واحدة تانية، كوماند تي و هورايزونتال ونخليها الناحية التانية. ممكن نغير فيها سنة بسيطة. اوكي كده بدأت تبان عندي شوية. نشوف ايه ايتمز تانية ممكن تتجاب. ممكن مثلا نضيف طيور زي ديت، حاجة زي كده، كلها حاجات سلويت يعني كلها حاجات معتمة و بتماتش مع الأرضية مع ألوان الأرضية. طبعا نخليها برضو اوفرلاي. ممكن نقلبها الناحية التانية. كده بس ممكن نضيف حاجة تانية برضو بالشكل ده. كوماند نيو هنتم برضو ألوانه هنخليه غامق شوية. ممكن نعمل حاجة زي كده. طبعا أنا ممكن أضيف أي حاجة أنا عايزها، مش شرط بس طائر، ممكن أضيف أي حاجة تانية تخطر على بالي. حاجة زي كده ممكن برضو نسمي دول. نضيف حاجة زي كده برضو كوماند يو، نقفل ده كله. ونشوف الألوان اللي بتتماشى برضو مع الأرضية ونبدأ نظبطها عليها. اوكي نشوف كده عامله ازاي. مش احلى حاجه بس نخليها تحت دلوقتي. ممكن برضو نضيف واحده منها تانيه هنا. كده مثلا ونبدأ برضو نشوف في ايتمز تانية عندنا ممكن نستخدمها. حاجة زي كده حاجة زي كده ممكن ناخد حاجة زي دي، ممكن ناخد حاجة زي ديت. نخليها فوق دول.
مثلا. ممكن اعمل منه كذا واحدة تانية. ممكن نغير اتجاهه شوية. انا بظبط طبعا كذا واحدة فبغير اتجاهاتهم بحيث ان هما كلهم ما يبقوش شبه بعض. ممكن بالشكل ده. اوكي واخد اول واحدة برضو ممكن اغير الوانها. بالشكل ده وممكن ابلاي بقى على كله. بدوس Alt وبدراج اللاير، بدراج اللي هو اللي انا عملته في اللاير وبحطه على اللاير اللي فوقيه، فهو كلهم كده تقريبا نفس الالوان. اوكي ممكن بعد كده بعد ما اعملهم ممكن كل واحدة اضيف لها اضاءة. بمعنى ايه؟ حاجة ممكن مثلا زي كده. اوكي ونخليها سكرين. بالشكل ده. نشوف نعمل بلير الأول ونشوف هتطلع لنا ايه. ممكن تبقى بالشكل ده مثلا ونبدأ نكررها تاني. نعمل كوماند جي مثلا نخليها فوق. ممكن نخليها هنا. ممكن نعمل واحدة منها تانية نخليها هنا. واحدة تالتة. بالشكل ده تمام. وبعدين ممكن أبدأ أضيف حاجة تانية جديدة. ممكن مثلا حاجة زي دي. اوكي ناخد فيها الحتت اللي احنا محتاجينها، يعني ممكن حاجة زي كده نسميها اوكي. نعملها بلندنج مود. اوكي ممكن دي كويسة. ممكن نبدأ نشيل الحاجات اللي احنا مش محتاجينها قوي. بالشكل ده. اوكي طيب انا عندي هنا حاجات ممكن اخلي لونها حاجة تانية خالص. ممكن نخليهم مسفرين شوية. ممكن بالشكل ده. كده مثلا. كده مثلا. كده طيب. بعد ما وصلت المرحلة ديت هبدأ ممكن احط حاجة تانية. شوف مثلا حاجة زي كده.
كبرها سنة ونشوف برضو ايه البلندنج مود اللي ممكن يدهوني. انا بغير طبعا شيفت بلس او ماينس لحد ما اشوف الحاجة اللي متناسبة معايا، ممكن سوفت لايت واقلله شوية. ممكن كده مثلا، اعمل الفرشة برضو كده ولير ماسك وابدأ امسح الجزء اللي فوق ده. كده مثلا طيب ممكن اجي مثلا بقى عند الناس دول شوية، ممكن اضيف لهم حاجات تانية، حاجة مثلا زي ممكن مثلا اوتر جلو، نرشده اوتر جلو. اوكي ممكن درجة ازرق سنة او اكشلي ممكن بيربل. كده مثلا ممكن بالشكل ده، وأعمل لها create layer. نخليها فوق برضو ونمسح الأجزاء اللي احنا مش محتاجينها نهائي. ممكن نعمل منها واحدة تانية من درجة أزرق بالشكل ده، نعمل منها create layer ونبدأ برضه نمسح الجزء اللي تحت اللي احنا مش محتاجينه. كده مثلا ممكن نعمل واحدة تانية ونضيف عليها درجة الأبيض مثلا، حاجة زي كده. نبدأ بقى نضيف حاجات بسيطة جدا بتفرق، يعني ممكن حاجة زي كده، كل الحاجات دي بتفرق جدا. ممكن حاجات بسيطة زي دي تبقى فارقة جدا في التكوين بتاعي. الشكل ده مثلا طبعا ببدأ أضيف بقى حاجات لحد ما أحس إن هو درجات اللون عندي متماشية جدا مع الشكل اللي أنا عايز أعمله أو التكوين بتاعي. يعني أنا دلوقتي مثلا عمال أضيف درجات اللي هي الأبيض اللي بتلسع مني وتحسسني في حتة الريم لايت، لأن الريم لايت مهم جدا.
ممكن تبقى حاجات بسيطة، بس أنا بالنسبة لي يعني الحاجات دي بتفرق أوي. أوكي بالشكل ده ممكن نضيف ألوان تانية تحتهم. حاجة زي كده طبعا. في حاجات بتبقى بسيطة جدا بتفرق يعني. حاجة بص، اللون دوت مثلا لما حطيته هنا فرق جدا معايا، ممكن نقلله بس سنة بسيطة بالشكل ده. وممكن برضو نحط هنا حاجة ورا الخلفية برضو درجات البيربل شوية، لأن البيربل برضو من الألوان الحلوة جدا، بتفرق في أي تكوين. ونعمله برضو على المية. بالشكل ده نهدي سنة بسيطة. كده تقريبا حلو ماشي. بعد ما وصلت المرحلة ديت أنا ممكن أجي برضو هنا في الملمس بتاعي، يعني بعد ما وصلت المرحلة ديت ممكن أجي مثلا أعمل حاجة زي كده وأختار ال gradient tool بدرجة اللون البيربل وأغير فيها. أوكي نخليها 50% شوية، بعدين ممكن نمسح الجزء اللي في النص سنة بسيطة. اوكي ماشي. وبعدين نبدأ نعمل layers نقفل بيها الشغل. ممكن نستخدم color lookup. طبعا احنا عندنا هنا في كذا حاجة، ممكن نستخدم ألوان هادية شوية تحسسنا بالنايت مود. اوكي نعمل منها واحدة تانية. color lookup 3 strip. اوكي بالشكل ده. ممكن نعمل حاجة زي كده، لون أسود صوليد، وبعدين نعمل له بلندنج مود. خلينا سوفت لايت ونقلله خالص. اوكي كولر لوك اب. ممكن نعمل حاجة مثلا زي فول كولرز سوري، ممكن نعمل حاجة نشوف الهارد بلو نقطة. طبعا انا بغير حسب ما انا بشوف، يعني بشوف الالوان في نايت فروم داي. طبعا النايت مود حلو جدا، بس محتاج ان احنا نغير برضه في البلندنج مود بتاعه بالشكل ده. ابدا اشوف برضه الحاجات اللي انا محتاج ان انا انورها شويه. حاجه زي كده بالشكل ده.
ممكن اشوف حاجة تانية اضيفها برضو عادي، انا بشوف الالوان اللي بتتماشى مع الشكل في الاخر واسيبها. مثلا ممكن اشوف مون لايت، مون لايت لطيفة برضو. بنغير برضو في البليندنج مود بتاعها، بنشوف ايه انسب حاجة ممكن تطلع لنا بيها. نشوف افتر بيفور، طيب حاجة زي كده. ممكن اشيل الاجزاء اللي في الاطراف، اوكي. ممكن برضو اضيف لون شوية عشان يحسسنا بالعمق، ممكن اضيف مثلا حاجة زي كده، حاجة مثلا كده في، ونخليها سكرين. وممكن نعمل لها بلير شوية، جاوزن بلير بالشكل ده مثلا، اوكي. برضو ممكن ابدأ اضيف حاجة مثلا هنا زيادة، بالشكل ده. ممكن نعملها مثلا تبقى سكرين، اوكي. ونخليها جاوزن بلور، ماشي. وبعدين برضو ممكن نعمل حاجة، نلعب في الكيرفز شوية، نشوف الريد، اوكي. نشوف البلو طبعا، وانا شغال انا بقعد اجرب بشوف الحاجات اللي بتريح عيني قوي، يعني حسب ما عينك ترتاح. ممكن تبقى بالشكل ده، وبرضو اشيل الجزئية اللي فوق دي عشان يبقى النور باين، تمام. ممكن اضيف حاجة تانية بعد ما بخلص. طبعا بعمل كوماند الت شيفت اي علشان اعمل الكاميرا رو فلتر، واشوف لو اعمل اوتو. طبعا انا بعمل اوتو ليه؟ لان انا لازم اعرف الاول هو عايز مني ايه. بعد ما بعمل الاوتو انا شايف ان هو محتاج ان انا انورها شوية واقلل كونتراست والحاجة، بس انا مش هنورها لانها حاجة سلوات. فانا ممكن اعمل اكسبوجر، ممكن نهدي سنة بسيطة للكونتراست، اوكي. اللايتس قشطة، ممكن نخلي برضو الشادوز نقللها سنة، الوايتس ممكن تهدى سنة، والبلاكس ممكن تهدى سنة بسيطة، ماشي. ممكن نعلي الديتيلز، ممكن ننورها برضو سنة بسيطة، الشادوز لطيفة. طيب نبدأ نغير برضو في عمق الصورة بالشكل ده. هنا بقى ممكن أغير في الألوان اللي أنا عايزها لو في حاجة مضايقاني مثلا، يعني ممكن زي ما انتوا شايفين ده لون مثلا هيغير لي البيربل أو المود اللي انت عايزه. أنا ممكن أطلع بفيجوال أصلا بيربل، ممكن أطلع باللون البيربل،
وممكن اطلع بمود تاني خالص اللي هو الاكوا. يعني انت ممكن تعمل منه كذا اوبشن، منه اللون ده ومنه اللون ده. انا عاجبني جدا اللونين، يعني انا دلوقتي وانا بشتغل انا عاجبني جدا اللونين. طيب بس انا حاليا ممكن نخليه بيربل شوية، نخليه بالشكل ده. اوكي طبعا ما فيش اصلا اخضرات. اوكي تمام كده، انا تقريبا وصلت للشكل اللي انا راضي عنه. ممكن اعمل منه كوماند جي واخش على فلتر وبعدين اذر هاي باس، نخليها مثلا 2، نعمل له لينير لايت ونقللها شوية، ممكن تبقى كده 20. طب انا عندي اللينير لايت هنا ممكن يبقى مش احلى حاجة لان هو هنا عالي قوي، ممكن نقلله او ممكن نمسحه. وطبعا انا ممكن برضو اعمل لاير جديدة بالشكل ده واعمل شيفت ديليت زي ما قلنا نعمل جراي. ممكن نشتغل عليها بعد ما نعملها اوفرلاي، نشتغل عليها دوج اند بيرن. يعني انا عندي هنا دوج تول انا مش محتاجها، ممكن نعمل ممكن اكشلي ننور الحتة ديت شوية. كده مثلا. وبكده يا جماعة أكون وصلت لنهاية الحلقة، أتمنى يكون الشغل عجبكم وإن شاء الله أشوفكم في حلقة جديدة مع محمد عادل وهوك. شكرا لكم.